بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. المتتبعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلاكم هذا الفيديو في اتم الصحة والعافية. الاخوات والاخوان المتتبعين ديالي اللي كتابعوا معايا دائما القناة ديالي، رجعت لكم ان شاء الله باذن الرحمن بفيديوهات جداد اللي غادي يفيدوكم ان شاء الله في الصحة ديالكم وفي الوصفات وفي بحكم التعاليق اللي كيجوني بزاف في القناة، هما الفيديوهات ديال الوصفات بالخصوص النساء اللي مقبلات على الولادة واللي من بعد الولادة، والنساء اللي في الفترة ديال النفاس ديالهم المراحل اللي كيدوزوا منها. كنلقى بزاف ديال التعاليق. اليوم ان شاء الله غادي نجاوبكم على بعض التعاليق، ومنها غادي ندير معكم واحد الوصفة ان شاء الله اللي هي مجربة وصحية 100%، ما فيهاش شك. بزاف الناس كيطلبوها مني، وحنا في هذا الموسم ديال هاد النبتة ولا هاد الطمار، غادي ان شاء الله باذن الله نتشارك معكم اليوم هذا الفيديو. الاخوات اللي كيطلبوا مني الشرح وكتطلبوا مني فيديوهات بزاف على 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 الحوض عند المراه من بعد الولاده، ولا البروده اللي كتكون في الجسم، انا غادي نعاود نحط لكم فيديوهات ان شاء الله جداد في القناه. شفتوا الفيديوهات اللي كاينين؟ كيجوني بزاف التعاليق في هذوك الفيديوهات بالخصوص. غادي نعاود ان شاء الله باذن الله نعاود لكم الفيديوهات ونزيدكم اضافه ثانيه ان شاء الله. دخلوا عندي اخوات الخاص وكيتواصلوا معايا، الحمد لله لقاو عليها استحسان ولقاو عليها شفاء، لهذا انا رجعت لكم ان شاء الله ورجعت عوده حميده باذن الرحمن. الظروف ما انا انقطعت بزاف على اليوتيوب، ما بقيتش حطيت حتى شي فيديو. قبل ما نبداو ان شاء الله نصليو على النبي صلى الله عليه وسلم، وديروا البصيمات وتابعوا معنا ان شاء الله، وغادي تلقاو الفائده باذن الرحمن في عالم امين. الناس اللي ما ابونين شي تابوناو، والناس الجداد مرحبا بكم، والناس القدام راه نتوما اهل الدار كما كنقولوا. بسم الله توكلنا على الله. الاخوات كما كتشوفوا اليوم عندي واحد، كتشوفوا واحد البودره اليوم، ها هي عندنا واحد البودره ديالت النبق ولا النبق ولا النوى ديال السدر، كنقولوا حنا اوراق السدر، راه فيها احاديث كما سمعتوا بزاف الاحاديث اللي كاينين. غادي ان شاء الله تكتشفوا اليوم المنتوج اللي هو شي حاجه اللي صحيه وشي حاجه اللي هي الفطور ديالكم ديال وليداتكم، وبالخصوص النساء النفساء اللي في الفتره ديال النفاس ديالهم. هذا واحد الفطور ليهم اللي هو صحي ومغذي للجسم، واحد البودره اللي هي تاع النبق كما كتشوفوا عندي هنا، راه مطحون ومغربل هانتوما، ولا بودره هانتوما تطحن وتغربل. هو هذا هادو عندنا حنايا هنا داك الحبوب ديالو اللي ملي تطحن هو كيكون بحال هذا الشكل، بحال هكا كيكون حبيبات كتطحن. هذا الشيء اللي غربلت منه حتى هو حتى هذا غادي نستافدوا منه ان شاء الله للشعر والشرب ان شاء الله باذن الرحمن. هاد الشيء ما غاديش نرميه، غادي نستغلو حتى هو، وهذا غادي نديروه للافطار ان شاء الله باذن الرحمن. غادي تشوفوا معايا الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. عندنا زيت العود طبيعي اللي كيتكون من هاد الوصفه كتكون من جوج عناصر، هما النبق وزيت العود الطبيعي. عندنا كندير واحد الكميه ديال الزيت، ندير واحد الكميه ديال الزيت ونبداو نحطو. بسم الله، هانتوما كما كتشوفوا غادي نبدا نحط ونخلط، نوريكم الطريقه بحالاش. ما كتزيدوا حتى شي حاجه، جوج العناصر اللي كيكونوا في هاد الوصفه، ها نتوما زيت العود، ها نتوما
طيب ندرك عليكم بالبلاطو. هانتم زيت العود وهذا هانتم هذا راه بامكانكم تفطروا به نتوما ووليداتكم. الناس الكبار والصغار هانتم شتي كيجي بحال الشكل ديال املو. الناس اللي قدام اللي عندي في القناه راه شايفين حتى الطريقه ديال املو بحال شي تصيب. هو كيجي بحال الطريقه ديال املو هانتوما، لكن هو صحي 100%. المنافع ديال البقره ولا اوراق السدر راه معروفين. ما متوفرش عندي الاوراق ديال السدر مازال ما متوفرينش عندي، ان شاء الله باذن الرحمن غادي حتى هما نتشارك معكم الطريقه ديال الاستعمال ديالهم. نزيد واحد شويه هانتوما اوراق السدر راه معروفين على حساب البشره وعلى حساب الفروه ديال الراس على حساب الجسم. يعني هو بحال مضمد الجروح. لا لا اوراق السدر سبحان الله حنا كنستعملوهم بزاف في الغسل. هو سبحان الله هو الغسل الاخير اللي كيكون ملي كنبغوا نغسلوا الميت كيكون هو الغسل الاخير سبحان الله. علاش؟ حيت كيخلي الجسم متلائم، كيخلي الجسم سبحان الله داير كيبقى متماسك. منها هاد الوصفه راه زوينه للامعاء، المصار، الناس اللي عندهم المعده، الناس النساء اللي عندهم مرض القولون، النساء اللي في الفتره ديال التنفس ديالهم، الوليدات اللي عندهم فقر الدم. يعني راه بزاف ديال المنافع كاينين في هاد النبته. ونتمنى من الله تعالى هاد الفيديو ديالي يلقى استحسان منكم ويعجبكم. دابا غنديرهم فواحد البواطه بحال هذا الشكل هذا هانتوما. هانتوما سهل وبسيط وفيه فائده ان شاء الله. هانتوما انا غادي هانتوما شفتو بحال هكا وتبداو تفطروا به مع الصباح. تحطوا القياس ديالكم باش تفطروا وليداتكم وتبداو تفطروا به. راه زوين وصحي 100%. ها نتوما ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم. والناس اللي ما مابونينش في القناه يزيدوا يتابونا. ومرحبا بكم عندي في عالم أمينة. ونتمنىكم تدعموني ان شاء الله، تخلوا لي تعاليق زوينين باش نبقى نحط لكم دائما الفيديوهات جداد ان شاء الله. ترقبوا معايا ان شاء الله فيديوهات من الان فصاعدا، كل شيء فيديوهات ان شاء الله باذن الرحمن، وصفات اللي هما مفيدين للجسم ديالنا. كما قلت لكم هاد الحبوب اللي غادي يبقى غادي نديروه للشرب، هذا للشرب ونخوضوا به الحنه اللي كدار الشعر، نخوضوها بهذا الماء هذا، بهذا الماء اللي غادي نديروا فيه هاد الحبوب اللي غادي تنقع فيه هاد الحبوب، يتخوض به الحنه ديال الشعر ويكون حتى للشرب ان شاء الله. بالنسبه للنساء اللي كيكونوا نفساء، العيالات اللي كيكونوا نافسين، هذا ملي كيدار في الماء كيتزاد معاه شويه النفع وتشربوا المراه راه زوين ومفيد ان شاء الله باذن الرحمن. وخليكم معايا وخلوا لي تعاليق يكونوا زوينين الى عجبتكم القناه ديالتي. ونتمنى نفيدكم ان شاء الله باذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.